من مدة جاءتنا امرأة في الإسعاف، وإذا الساعة 7 صباحا اتصل بي حيث أني كنت مناوبا، وعندما دخلت الإسعاف توقف قلب هذه المرأة فدلكنا، ثم اكتشفنا أن عندها ذبحة شديدة أدت إلى فصل كهرباء القلب عن القلب، فأخذناها بسرعة إلى قسم قسطرة القلب لعمل قسطرة فيها وتوصيل كهرباء لها. ونحن ندلك قلبها فإذا بها تصحى وتنظر إلى السماء شاخصة العينين وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم يتوقف قلبها وندلك، ثم تصحى أخرى ونفس الشيء تنظر بالسماء. فاستغربت، فالثالثة نظرت إلى قلبها لأرى هل القلب يتحرك مع هذا اللسان، ولكني وجدت القلب لا يتحرك مع اللسان في الثالثة. وإذا بها ترفع عينها إلى السماء ويدها هكذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وماتت رحمها الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بها وبكم في الفردوس الأعلى. ذهبت إلى زوجها معزية، فوجدته فقير الحال رث الثياب، ولكن نور الإيمان يشعشع من وجهه. قلت له: أحسن الله عزاك في زوجتك. فقال: الحمد لله. فقلت له: أخي، أريد أن أسألك سؤالا حدث. قال: ماذا؟ قلت: هذا ما صار من زوجتك، فماذا تعرف عنها؟ قال: واسمعوا ماذا قال. قال: جلست هذه المرأة عندي 35 عاما لم تترك صلاة الليل إلا إذا كان لديها عذر شرعي. عرفت ربها في الليل فذكرها الشهادة